ناتج عن التشابك العجيب بين بدايات ونهايات أسواق تجمعت حول سوق الثلاثاء التاريخي. لكنها حينما تطل على شارع الرشيد تنتظم في إيقاع الشارع وتأخذ أشكالها المتميزة التي تأخذها في الغالب من مهنها. مستلزمات الأبواب والشبابيك تذهب من هنا إلى بيوت أغلب المدن والقرى العراقية. ستائر، إطارات صور، راويز تجمع بين صلادة المعدن ومرونة البلاستيك ورقة الزجاج. حرفيون مختصون بهذه الأعمال يعرفون كل شيء عن مهنتهم بما فيها أسعار موادهم في مدن المنشأ. يأخذنا رنين النحاس إلى سوق الصفافير، المعلم الأشهر لدى البغداديين والسياح، حتى دخل في أمثال العامة لشدة العمل والزحام فيه. والصفر في العامة العراقية يعني النحاس. ويحتاج العمل فيه إلى الصبر والدقة والفن والذوق، لذلك تعتبر هذه المهنة أي الطرق على النحاس من الفنون الجميلة. أواني وأباريق وأسلحة وقناديل وكؤوس وأدوات منزلية تخلت عن وظائفها واستعمالاتها الأصلية لتفرد بوظيفة الجمال، جمال الصنعة وجمال الإيحاء بالقدم والتاريخ، حيث تنضم إلى المقتنيات الأثرية والفلكلورية فتتعدد أوجه قيمتها وتزداد قيمة السوق بسوق للتراثيات والتحفيات. وحتى التجديدات التي طرأت على السوق حاولت الاحتفاظ برائحة التاريخ، لا بل أن بعض أصحاب المحلات اتخذ البيوت القديمة محلا لتجارته كما فعل صاحب هذا المحل. يسمونه سوق التجار، وهو الوحيد الذي فاز بهذه التسمية المطلقة بالرغم من أنه متخصص ببيع الأقمشة بأنواعها والأفرشة والبطانيات المستوردة والمحلية. البعض يسميه سوق القماش، لكن التجار وهي تسميته القديمة ما زالت سائدة. ثمة امتيازات وأسباب تجعل هذه التسمية حكرا عليه، منها توسطه بين مجموعة أسواق مهمة وذات علاقة بأغلب تجارات البضائع الأخرى، أهمها سوق الشرجة الذي يقابله من جهة اليسار. والشرجة فضاء من روائح التوابل والمطيبات والعطور، تحول المطبخ العراقي بما يمنحه خصوصيته
ويجعل طعامه لذيذا ذا نكهة خاصة. بالرغم من السوق دائم الازدحام، إلا أن المناسبات الدينية والاجتماعية الفولكلورية تجعل المرور فيه صعبا، حيث تباع الشرابط والشموع والبخور وكل ما يمت للطقس البغدادي بصلة. يجاور سوق التجار من جهة الشمال شارع السموأل الشهير ببناياته التراثية، منها خان مرجان الشهير بفخامة بنائه وتصميمه الذي ما زال محافظا عليه، ويسمى ايضا خان الأورتمان، اي الخان المسقوف. شيده والي بغداد امين الدين مرجان سنة 760 للهجرة، واتخذ فندقا للمسافرين. ومن مواصفاته المتميزة هي النوافذ العلوية التي تتيح له إضاءة كافية من دون اللجوء إلى المصابيح، بالرغم من سعة مساحته التي تبلغ نحو 400 متر وارتفاع 14 مترا ونصف. من حقها أن تحاكي الشمس في بياضها الفضي وارتفاعها الشاهق، فهي عمارة البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين، أشهر المصارف، وتحتها تتجمع محلات الصيرفة تمد ظلالها على بقية الأسواق وتمنحها الحركة والحياة. التسمية جامع مرجان، وتاريخ التشييد وطراز البناء تجعل من هذا الجامع الذي شيده ايضا امين الدين مرجان سنة 760 للهجرة جزءا من صورة تفصيلية تضم الخان واجزاء اخرى ربما غابت بسبب زحف الحضارة والحياة الجديدة. السوق العربي احدث الضيوف الذين نزلوا في واجهات شارع الرشيد، حيث انشئ عام 1978، ولكنه مع ذلك حاول ان يراعي وشائج القربى مع الاسواق القديمة المحيطة به من خلال طراز البناء الذي اعتمد الاقواس العباسية والاواوين. والتسمية التي توحي بالقدم تباع في هذا السوق، الألبسة والأحذية المستوردة في الأغلب والمحلية، وتحتل ملابس الأطفال الجزء الأكبر من تجارة السوق. بعدها تتعرف على عازف جديد يساهم في انتظام إيقاع شارع الرشيد، عازف ربما لا يخطر على بال أحد لكنه ينسجم في المشهد. محلات تصليح مكائن الخياطة وبيعها، خبرات ومهارات تعرف كل شيء، لذلك يعتبر هذا السوق من أشهر الأسواق المتخصصة بمكائن الخياطة في العراق. وبينما تعزف مكائن الخياطة في الجانب الأيسر، يصمت الجانب الأيمن مسترخيا تحت ظلال طارمات الشارع الأنيقة. والطارمات الميزة الأشهر في شارع الرشيد، فهو الشارع الوحيد الذي تمتد الطارمات على جانبيه من أقصاه إلى أقصاه، وهذا ما زاد ألفته في نفوس البغداديين، حيث يمكنهم السير فيه في المطر وحر الشمس وكأنهم يتمشون في بيوتهم. وإذ نصل إلى محلة رأس القرية الشهيرة، ينبعج الشارع من جهة اليمين محققا أول اتصال مباشر مع شارع النهر من خلال هذا البناء الذي يشكل نصف دائرة حاولت أن لا تكون غريبة على شكل الشارع. يخطط الإيقاع هنا
مستجيبا لإيحاءات محلات بيع النظارات الطبية وصدار الأطباء والعدسات وعيادات فحص البصر التي يبدو أنها توحي بالنصائح الطبية التي يستجيب لها الشارع فيصبح هادئا. ويطال هذا الهدوء محلات بيع الملابس والتجهيزات الرياضية، بالرغم مما توحيه التجهيزات والملابس بحركة وضجيج الرياضة. هذه المنطقة تكرست في السنوات الأخيرة كمركز مهم لتجارة التجهيزات الرياضية. فسحة ثانية للشمس، وهذه المرة باسم حافظ القاضي وليس الرصافي. وحافظ القاضي ليس شاعرا ولا قاضيا، وإنما هو تاجر داع صيته في الخمسينات ومستورد كبير لسيارات لينكولن وفورد وميركوري. شيد هذه العمارة التي سميت باسمه، ومن ثم استولى على اسم الساحة بعد أن كانت تسمى ساحة الملك فيصل الثاني. ومن خلال هذه الساحة يحقق شارع الرشيد اتصالا مباشرا بكرخ بغداد عبر جسر الأحرار. يستمر الشارع هنا وتنعطف الحياة باتجاه آخر، تستطيع أن تجد بقاياه تلوح على طرز الأبنية والمحلات والسلع التي تباع ودور السينما، إذ هيمنت أهمية هذا الجزء من الشارع على سنوات الستينيات وجزء من السبعينيات، فأصبح سوقا لطالبي الأناقة والمتعة الراقية المتحققة عبر أحدث الأفلام السينمائية، حيث كانت هنا أسواق أوريس دي باي الشهير ومكتبة ماكنزي. إلا أن هذا الجزء من الشارع يعيش وحشة المساء مع ذكرياتها، باستثناء بعض جمهور المسارح التجارية التي احتلت أماكن دور السينما القديمة. يحاول الشارع أن يغير هويته من خلال المتغيرات التي حدثت في جغرافيته في السبعينيات وبداية الثمانينات. وعلى هذه المتغيرات بناية الاتصالات السلكية واللاسلكية التي امتازت بطرازها المعماري الذي يعود إلى المعماري العراقي رفعة الجادرشي، حيث استوحى منه الطراز المعماري العربي والتشكيل العراقي القديم، فأضفى على الشارع حسا بصريا جديدا وهيمن على البنايات التراثية الأخرى، ومنها دار أول رئيس وزراء عراقي عبد الرحمن الجيلاني النقيب، والتي تعرف بدار النقيب. فسحة ثالثة للشمس، ومن ملامحها تبدو فسحة حديثة ومفتعلة، حيث يهيمن الكونكريت الخرسانة ويختفي الآجر. عمارة اتخذت موقفا للسيارات وارتباطا ثالثا بكرخ بغداد، ولكن خارج حدود الشارع، إذ لأول مرة ينحني شارع الرشيد ليمر من تحت جسر السنك. ويبدو أن ثمن هذا الانحناء هو تحقيق أول لقاء مباشر مع نهر دجلة، فتحولت تلك الجيرة العذبة إلى عناق خجل حتى وإن كان إلى حين. فما أن يتحقق عبوره من تحت الجسر حتى يستقيم داخل صفين من البنايات التي ما زالت تؤكد خصوصية ومناخ الشارع وتحتفظ بذاكرته بوقار. هل هي مصادفة أن يبدأ الشارع بمقهى للفنانين وينتهي بأكبر وأقدم محل لتسجيل أغاني الفنانين، تسجيلات شاكمقتشي؟ منها انطلق أشهر المطربين العراقيين، ناظم الغزالي، داخل حسن، صديق الملاية، سليم مراد، احضري أبو عزيز، وحيدة خليل،
سوريا حسين. وهنا ايضا سجلت مطربات عربيات اغنياتهن، نرجس شوقي، نهاوند، انصاف منير. ومن هنا انطلقت المطربة العربية الشهيرة فائزة احمد في اول اغنية لها لحنها الملحن العراقي رضا علي. وهكذا كان شارع الرشيد ايقاعا للحياة البغدادية، حملته الاصوات العربية والعراقية بمختلف الاسماع، واحتفظت به البنايات التي تذكرنا بوقار البرونز.